قلت لهم هذا سفاح بلا رحمة لكنهم بلو ما يطاوعوني. طيب عزوز انت ليه تركتهم؟ حبيبي اتركهم واترك ابوهم كمان. حبيبي الصاحب اللي وديك على المشاكل هذا عدو عمره ما راح يكون صاحب. وبعدين راح يجري وراه حلم عامر. خلينا نشوف نهايته من نهاية احلامه. مادي هلا، شو بغيتم؟ البيت الإيجار؟ لا حبيبي مو للإيجار. يا ابن الحلال تكفى فزعلنا، صار لنا 5 ساعات ندورنا على بيت. يا ابوي يقولوا عندك بيت ثاني فاضي، خلاص أجرنا إياه وترى بخشم الريال. تبي الصدق قال ما بيجار زعجني، موقفي ملبقي ما أدري وش، خصوصا ذا المهبة اللي يدورون السفاح. بس عامر حلم إنه يقبض عليه. وعامر قبل أحلامه تحقق. أنا عامر وما حد بيجيب السفاح إلا أنا، وعندنا خطة. أيوه. وش ليه إذا مسكته؟ بنعطيك 5%. وش قلت؟ الجريمة الأولى كانت هنا، والجريمة الثانية هنا، والجريمة الثالثة هنا. يعني السفاح يدور حول المثلث ذا ما يتعداه. شفت الخبر عزوز قاعد يفضحنا بالتيك توك؟ وشو؟ أنا أقول نهون نرجع لاستراحة هزين. وأنا أقول إذا هونتوا تدفعون إيجار الشقة كامل. يا أبوي ريح أنت وياه، ما احنا مطالعين من هنا لين ما ناخذ 5 مليون، تفهم ولا ما تفهم؟ المهم يا اخوان هذا كفته كل شويه يطلب قسط قسط يا اخي، تعبني يا اخي، خلينا نقبل ونشوف ايش عنده. قفل البت اللي عندك يا اهبل. ايوه هاي كفته. حصلت السفاح يا سبايدر مان. بزر انت بزر بلا مبزره. خلاص طف البث الحين، السفاح يشوف البث يدري احنا قاعدين ندوره. يلا بلا نكبات. يا عيال لازم نأمن وضعنا، الوضع مرة يخوف. هذا راعي الجح يا ستيمة، لا توهجنا مع الناس. أنا سمعت صوت جارنا الله يرحمه وطلعت بسرعة وشفت السفاح، لمحته مع الجنب وكل شيء عندي، قلت للشرطة. حنا عندنا حلم ونبغى نحققه. نبغاك تقول لنا كل المعلومات، وإذا وصلنا له لك 1%. اسمع أنا بجيب لك رسام وبيك توصف له وهو يرسمه. كل هذا 1%؟ خلاص أبعطيك 3%. وش قلت؟ تم. مشينا يا عيال. تعال أنا قد شفتكم هنا بالحارة، وش عندك؟ مشينا. يا أخوان هذا سفاح يقتل بلا رحمة، هدفه شغل الشاغل اللي يقتل الناس في المتعة. 3 أنفار قاتلهم ولسه قابل للزيادة، قلبه ميت. تخيلوا يا أخوان يقتل الناس للتسلية فور فن. وعامر هذا مصدق نفسه بيجري وراء يبغى يجيبه ولا دوبه؟ والله دوبه أنت، وش عندهم ذولا؟ عموري أنت بتحرجني مع أبناء العمومة، أعرفك عليهم. زكي كنبة، سمير دقر لي، محمد صف الدقيق، أم عاد ذا صف الدقيق. إيوه صفو الزبدة. أنت للحين تعرف ترسم؟ سؤالك دا أحسه ملغوم، ليش تسأل؟ يا ابن حلال لا تشدها، أبيك تروح معي منفوحة في واحد بيوصف لك السفاح وبيك ترسمه. توكل توكل على الله، بس بطلنا الأمور دي إحنا. شف إذا رحت معي ورسمته أبعطيك 1,000,000 ريال. أرسم وأرسم أبوه. أنت من أنت؟ أنا زكي كنبة. أقعد 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 الله يصلحك، أنا أكلم خويي. تيك مكنكا تيك مكنكا، بدون مشاكل يا أخي. أسمع يا عموري أنا بموافق، بس بشرط بدل 1,000,000 تصير 2,000,000، لأني رح أضحي بنفسي ورح أستخدم موهبتي في الرسم. إيه سلامات،
تبي تزرفني انت بتزرفني؟ تستهبل انت؟ شو لوحة فان جوخ وكم تنباع؟ اقول هد هد يا ايتو ها؟ لا تشدها، هذيك لوحات فان جوخ. مو مشكلة. ابى اعطيك يا عزوز مليونين، بس تدزها معي الحين.